مجلس محافظة البصرة بدأ بمناقشة خطة مشاريع عام 2024، فندعو السادة رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر المعنية بمتابعة خطتهم اللي رفعوها للمحافظة، والمتابعة مع مجلس المحافظة أولا لضمان إدراج هاي المشاريع، والثاني ضمان التصويت عليها، ومن ثم ترفع إلى وزارة التخطيط. وندعو مجلس المحافظة إلى الاهتمام بالمناطق المحرومة، المناطق المظلومة منذ عقود في محافظة البصرة، خصوصا في الأطراف وفي الأقضية والنواحي، وكل المسؤولية تقع على عاتق الجهات المسؤولة اللي ترفع المشاريع. أي منطقة تحرم من المشاريع ضمن خطة عام 2024 فالمسؤولين عنها هم اللي يرفعون المشاريع وخطة المشاريع. ونتمنى من كل الوحدات الإدارية في محافظة البصرة سواء المركز أو الأقضية والنواحي أن ينشرون خطتهم أولا لإطلاع ممثلي الشعب سواء في مجلس النواب أو في مجلس المحافظة على هاي الخطة، وثانيا حتى يطلع الشعب على الخطة اللي مرفوعة من قبل رؤساء الوحدات الإدارية أو الدوائر المعنية، ومن ثم بإمكاننا نتابع مع مجلس المحافظة ضمان إدراج هاي المشاريع وأكثرها مشاريع مهمة.